الرفيقات والرفاق، الحضور الكريم، أسعدتم مساء. يشكل 8 مارس اليوم العالمي للمرأة محطة تاريخية توجت نضال المرأة ومطالباتها من أجل الحرية والكرامة والمساواة في الحقوق على كافة المستويات. وبهذه المناسبة تتقدم قوى التيار الوطني الديمقراطي بالتهنئة لكل نساء العالم، وتخص بالتحية المرأة البحرينية المطالبة بالتغيير والإصلاح والعدالة القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية. 8 مارس يوم حفر في ذاكرة الزمن، وأقر العالم فيه للمرأة بصبرها وصمودها وانتصارها لنيل حقوقها. لذا فهو محطة للاحتفال والتكريم ولتقييم الإنجازات والمكاسب وتعديل وإصلاح مواطن الخلل والضعف في برامج واستراتيجيات النهوض بالمرأة وأوضاعها على كل المستويات، سواء من قبل حكومات الدول أو مؤسسات المجتمع المدني أو المنظمات المعنية بقضايا المرأة. وقد دعمت الأمم المتحدة مفهوم تعزيز وحماية الحقوق المتساوية للمرأة على مدى الأعوام الماضية عبر مجموعة من الاستراتيجيات والمعايير والبرامج والأهداف المتفق عليها دولياً بهدف النهوض بوضع المرأة في العالم. وتأثر ذلك في 4 اتجاهات، هي تعزيز التدابير القانونية وحشد الرأي العام والعمل الدولي والتدريب والبحث، بما في ذلك جمع الإحصاءات المصنفة بحسب نوع الجنس وتقديم المساعدة المباشرة إلى المجموعات المحرومة. ويأتي شعار هذه المناسبة لهذا العام الذي أطلقته الأمم المتحدة حول موضوع المرأة في عالم عمل متغير نحو كوكب المناصفة 50-50 بحلول عام 2030، ليؤكد مراجعة عمل الحكومات والمنظمات النسائية والحقوقية في استعراض الإنجازات والمكاسب التي تم تحقيقها لصالح المرأة على مدى عام منصرم، في تقليص الفجوة بينها وبين الرجل، وفي تنفيذ الالتزامات الجديدة تحت مبادرة أعدوها لهيئة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق الإنسان للمرأة في القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات في كل مكان، بما فيه الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والقضاء على جميع الممارسات الضارة من قبيل الاغتصاب وزواج الأطفال والزواج المبكر. وفيما يتعلق بنضال مسيرة المرأة في الكفاح من أجل حقوق المرأة ومساواتها، لعبت الحركة النسائية البحرينية دوراً هاماً منذ 50 من أجل النهوض بواقع المرأة والمطالبة بحقوقها على كافة الأصعدة وفي ميادين العمل والحياة العامة. واليوم لا زالت المرأة البحرينية تواجه المزيد من التحديات كالتهميش والإقصاء وعدم تكافؤ الفرص والتضييق على خلفية آرائها السياسية ومدافعاتها الحقوقية أو انتماءاتها المذهبية، على الرغم من انخراطها بالعمل في مجالات مختلفة وسعيها لضمان المشاركة السياسية في مواقع صنع القرار ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف الموجه ضدها وإلغاء كافة القرارات والتشريعات المجحفة التي تحط من كرامتها وتغتصب حقوقها الإنسانية. وفيما يخص توصيات لجنة سيداو التي تؤكد على أهمية زيادة وتفعيل مشاركة النساء في مواضع صنع القرار وتوفير الضمانات الاجتماعية والحماية الكاملة للمرأة التي كفلها دستور البلاد، فلا بد إذن من إصدار وتنقيح وتطوير كافة القوانين والتشريعات الوطنية، ومنها قانون مناهضة العنف الأسري ليشمل العنف بكل أشكاله، وإصدار قانون موحد عصري للأحوال الشخصية بتوافق مجتمعي، وتنقيح قانون العقوبات وإلغاء المادة 353 والتي تشجع سياسة الإفلات من العقاب وتحمي مرتكب الاغتصاب وتلغي عقوبته إن تزوج ضحية. كما ينبغي العمل على دعم المؤسسات الأهلية العاملة في مجال الدفاع وتبني حقوق المرأة ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو وتعديل كافة القوانين والتشريعات الوطنية
ومنها قانون الجنسية البحريني الصادر في عام 1963، بحيث يتضمن مادة تمنح المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق منح جنسيتها لأبنائها، حيث أن تعديل قانون الجنسية ضمان لاستقرار الأسرة والمجتمع لما لهما من تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية. إن قوى التيار الوطني الديمقراطي تدعو إلى ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، كما وتؤكد على أن النهوض بالمرأة يتحقق من خلال دعمها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وذلك من خلال السماح بحرية الرأي والتعبير وعدم اعتقال النساء على خلفية آرائهن السياسية، وضمان حق المشاركة السياسية للمرأة عبر اعتماد نظام انتخابي ودوائر انتخابية عادلة تضمن تمثيل برلماني عادل، وتنقيح القوانين المقيدة لهذا الحق كقانون الجمعيات الأهلية. وعلى الصعيد الاقتصادي، دعم حقوق المرأة العاملة وعدم التمييز في العمل على أساس الجنس أو العقيدة أو المذهب، والتصديق على الاتفاقيات التي تختص بحقوق المرأة العاملة. تحية للمرأة البحرينية المطالبة بالعدالة القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وعدم التمييز ومحاربة الفساد واعتماد مبدأ المساواة والكفاءة وحكم القانون والمؤسسات. تحية للمرأة العربية وعلى رأسها المرأة الفلسطينية في نضالها اليومي المستمر ضد الكيان الصهيوني الغاصب. تحية للحركة النسائية كرافد أساسي للحركة الوطنية الديمقراطية في كل العالم. تحية لكل نساء العالم المناضلات من أجل مستقبل أفضل. قطاع المرأة في جمعية المنبر التقدمي، مكتب قضايا المرأة في جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد، ومكتب المرأة والمجتمع في جمعية التجمع القومي الديمقراطي، وشكراً.